طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بوجود حضراتكم ومتشرف بوجودكم، ويعني ما شاء الله الناس كفاءات عالية جدا. وهنتكلم في الموضوع ده دلوقتي اللي هو كفاءة المهندس المصري، وهل إحنا في مصر قدرنا نعمل مشاريع عالمية ولا لأ؟ بس حابب أشكركم على الحضور، وحابب أرحب بالمهندس أحمد محرم، وحابب أشكر فريق الـ ASCE على الدعوة الكريمة. وبداية أعرفكم بنفسي، أنا اسمي عمر سليم، مؤسس بيم أريبيا والمدير العام. بيم أريبيا هو مركز أبحاث بيركز على البيم، وإحنا لما جينا نعمل بيم أريبيا الناس قالوا يعني البيم ده المفروض يعني سطرين ويخلص، أو هو الريفت، أو يعني الحمد لله طلعنا العدد 33 النهارده، وفي كذا كتاب كتبناه في البيم. ولو دخلت على ريسيرش جيت أو دخلت على جوجل سكولر هتلاقي أبحاث كتيرة معمولة في مجال البيم، وهتلاقي ناس كتيرة جدا مهتمية بموضوع البيم. في صديق ليا اسمه دكتور هاني عمر، ده في الإمارات، كان عامل الرسالة بتاعته عن مشاكل البيم، كانش لسه عن مشاكل قطاع الإنشاءات، مشاكل قطاع الإنشاءات. ففوجئ إن بالبيم ده، يعني هو بيعمل البحث فوجئ بإن في حاجة اسمها البيم، فلقى إن البيم حلله كل المشاكل. يعني هو كان كده 30 مشكلة، ضعف الاتصالات مثلا، ضعف في مشاكل في الكوميونيكيشن، في مشاكل في العقد، كل المشاكل دي لقيت حلت في البيم بلا استثناء، فلقى ان في تكنولوجيا رهيبه موجوده. في صديق برضو اسمه دكتور حمزه فيصل، ده في حمزه فيصل مشرف، ده موجود في استراليا، واخد دكتوراه تحت من استراليا، كان بيتكلم ان ما فيش اي ابتكار في صناعه البناء خلال 50 سنه اللي فاتوا غير البيم، ومثل البيم ان هو قدر يتواصل مع كذا تكنولوجيا ودخلها في مجال صناعه البناء. فعشان كده احنا عايزين نعرف ايه هو البيم. زي ما انت شايف الصوره ديت، الصوره دي موجوده من المتحف المصري الكبير، وده هيتفتح قريب ان شاء الله، وده شغل فيه تقريبا 80 مهندس في البيم، وده من اكبر المشاريع، وتلاقي عنه دراسات كتيره موجوده على مستوى العالم. فاحنا الحمد لله قدرنا، وتقريبا كل المهندسين المصريين قدرنا نعمل شغل كويس جدا باكتر من مشروع، سواء جوه مصر او بره مصر. فكفاءه المهندس المصري كبيره جدا. احنا بيجي لنا مشاريع معموله في دول اوروبا ما بتطلعش بالجوده اللي هي طالعه في مصر. طيب ايه هو البيم؟ هنلاقي ان البيم اختصار بي اي ام، بيلدينج انفورميشن موديلنج. بيلدينج يعني احنا بنتكلم ان احنا بنتكلم في قطاع الانشاءات وقطاع المباني، سواء اثناء البناء او بعد ما خلصنا بناء. يعني انا دلوقتي وانا ببني انا بستخدم البيم اثناء الديزاين واثناء الكونستراكشن واثناء الاوبريشن، ودي مرحله مهمه جدا ان انا هستخدم البيم او الموديل بتاعي في ان انا اوفر معلومات للمالك او اللي هيشغل المنشاه دي. فهو بيقدر يتحكم في كل حاجه في المبنى لمده مثلا حياه المبنى، ممكن المبنى ده مثلا يقعد 50 60 سنه، هو بيستفاد منه ان هو يعرف اي حاجه موجوده فين. يعني مثلا لو في اي عطل في اي مكان يقول له في مشكله في المكان الفلاني، ويبعت ايميل او يبعت رساله اس ام اس للعامل يقول له تعالى صلح في المكان الفلاني. فتخيل انت عندك فندق فيه مثلا 1000 غرفه، فكل شويه تتصل بحد او العميل يتصل بيك يقول لك انا عندي مشكله. لا، قبل ما يحصل ان العميل يتصل نعرف فين المشكله ونروح نحلها. الاي انفورميشن، لو انا عملت الموديل تمام بس ما حطيتش انفورميشن فده كده شكل بس وخلاص، مش هقدر استفاد منه. يعني الحاجات دي كلها ممكن تعملها بال 3 دي ماكس او بال 3 دي اوتوكاد او بالسكتش اب او الحاجات دي كلها، بس لو ما تعمل سيلكت على العنصر هيقول لك ان ده كتله، مش هيقدر يعرف الفرق بين الخرسانه، الفرق بين العمود، بين الكاميرا، فدي هتعمل مشكله كبيره جدا. انما لو انت عامله بيم في اي لحظه تعمل سيلكت على عنصر يقدر يقول لك العنصر ده الماتيريال بتاعته ايه، طب الصيانه بتاعته تبقى امتى، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها بمجرد ان انت تعمل سيلكت على عنصر. ولو عدلت في البلان اتعدل في السكشن. فدي كلها من ضمن مزايا البيم اللي خلت الناس كثيره تنبهر بيه وناس كثيره تخليه اجباري. طيب الام هي اختصار من موديلنج او مانجمنت، يعني الاثنين صح. لو كان بيقول لك موديلنج احنا لازم نعمل حاجه 3 دي، ودلوقتي قال لك مانجمنت انا عايز ادير المشروع كله من خلال البيم. تمام، لو حد عنده اي سؤال ممكن يسال مفيش مشكله. طيب البيم ان انا اعمل نموذج كامل لكل حاجه في المشروع. تمام، يعني تخيل ان انت مثلا عملت مول كبير وبعد ما خلصته وبتحاسب الراجل بيقول لك طب انا عايزك تعمل مول زيه بالظبط جنبيه. طيب انا قبل ما ابدا في المشروع انا عارف فين الكلاشات واحلها، عارف تكلفه المشروع قد ايه، عارف كل حاجه عن المشروع من قبل ما ابدا، وعارف المشروع ده هياخد وقت قد ايه بالظبط. تمام، لو انا عملت فيلا وبعمل واحد ثاني خلاص هي تيبيكال، كل المعلومات موجوده في ذهني.
هي نفس الفكره، ان انا اقدر اعمل كل حاجه في المشروع على الكمبيوتر واحل المشاكل و و و وبعد كده ابدا انزله في الموقع. لما تنزله الموقع ده حصل حقيقي، ان المقاول بعت لنا بيقول لنا انتوا عملتوا ايه؟ مفيش كلاشات. انا متعود ان انا لما ببدا اشتغل لازم تطلع كلاشات، ولازم بعد ما اعمل حاجه اكسرها في كه تاني. كان يعني بيخسر تقريبا 20% من ثمن الحاجه بسبب ان هو بعد ما يشتغل يكسرها، فده تكلفه ماتيريال زائد ان تكلفه العمال، بدل ما العامل بيقعد مثلا 5 6 ايام عشان يخلص، لا هيقعد 10 ايام عشان يعدل الحاجات اللي فيها مشاكل. فده حل لنا مشاكل كتير جدا، وفر لنا في التكلفه، وفر لنا في الوقت، وزود لنا الكفاءه. فهي تكنولوجيا رهيبه جدا، الناس كتير بدات تعتمد عليها وبدا يبقى اجباري. دي صوره من المشروع كنا شغالين فيه، وفي كذا واحد مصري، ده مهندس محمود مصري. كنا ده فيرشوال رياليتي، دي تقنيه كانت بعيده تماما عن قطاع الانشاءات وقطاع المباني، بس من خلال البيم ان احنا قدرنا نعمل موديل للبيم بقينا نمشي جوه الموقع. الموضوع ده مش منظره او مش بشكل حلو خلاص، لا ده كان بيحل لنا مشكله كبيره جدا، ان المالك كان في كل المشاريع اللي بنشتغل فيها بعد ما يخلص البناء يجي ويبص لنا كده، لا لا مش هو ده اللي انا عايزه، لا هدي ده، لا افتح دوت، لا افتح الاثنين دول على بعض. طب ما انت كنت شايف تصميمات، ما انا مش فاهم الاوتوكاد، انت بتوريني الاوتوكاد انا مش فاهم حاجه. فلما ادينا له النضاره ديت وبدا يمشي في المكان عجبه وقال لك انا عايز تعديلات، عملنا تعديلات على الكمبيوتر مش بعد ما خلصنا بنا. فتكلفه التعديل على الكمبيوتر لا شيء مقارنه بان انا اهد واخلي العامل ينزل، وده طبعا بيزود عدد الساعات فبيزود احتمال وجود المخاطر. طيب انا عايز اسال سؤال، ايه اول مبنى بيم اتعمل على مستوى العالم كله؟ يعني تاريخيا كده سنة كام؟ أول مبنى اتعمل على مستوى العالم كله؟ لو حد عايز يجاوب يقول. هل تجاوب؟ طيب هو فكره البيم معموله من 1962. فكره البيم يعني واحد قال احنا عايزين نحط موديل على الكمبيوتر، تمام؟ بس كانت الكمبيوترات ساعتها بطيئه جدا فما تقدرش تشيل الموضوع دوت، فبدا الموضوع يتحول لحقيقه في سنه 1982. بس اول ما اتعمل بيم، اتعمل بيم حقيقي او اتعمل نموذج ليه، هو دوت الاهرامات، ده معمول تقريبا 5000 سنه. هتلاقي الاهرامات جنبيها اهرامات كتيره جنبيها. هم قال لك احنا لو عملنا مشروع قومي وافتتحوا الرئيس وبعد كده كان طلع فيه مشكله واتهد، هتبقى مصيبه سوداء، يعني ممكن المهندسين كلهم ياخدوا اعدام. فاحنا الحل ان احنا نعمل ايه؟ نعمل هرم بتلت الحجم، نص الحجم، بربع الحجم، بحيث ان احنا نكتشف انسب طريقه ان احنا نبني بيه هرم بالحجم المهول دوت. فتكلفة ان انت تبني حاجة بالشكل دوت، تلت الحجم او ربع الحجم او كده، تكلفة مهولة جدا. يعني المشروع مثلا لو هتكلف مليار، هتصرف مثلا مليار ونص عشان تعمل النموذج دوت، تمام؟ دلوقتي الكمبيوتر بيوفر لنا الموضوع ده مجاني، انت بتحل لك مشاكل كتيرة جدا. بقينا نعمل الموديل ونبدا نشوف المشاكل. على سبيل المثال في كذا كذا برج في الخليج اتعمل الموديل بتاعه واكتشفنا موجود مشاكل اثناء ما احنا شغالين، اكتشفنا ان هو في مشاكل لو اتبنى، لانها كانت ابراج يونيك ما اتعملتش قبل كده، فهي لو كانت اتبنت بالوضع الحالي بالتصميم الحالي كان هيتهد. لما عملنا موديل ودخلناه على برامج سي اف دي وبرامج اناليسيز وكده، اكتشفنا المشاكل وبدات تتحل المشاكل واصبح المبنى موجود دلوقتي. برضه لما تيجي تعمل مثلا سد، مشروع السد ده مشروع ما فيهوش هزار، لو حصل اي مشكله فيه ممكن يغرق الدلتا ويعمل كذا، فكان الحل جنب السد دوت بيتفتح حاجه فرعيه وبعد كده تعمل سد وتجرب السيستم السد اللي انت عامله. اصبح الموضوع دوت بيتم خلال البيم بشكل سهل جدا، تقدر تعمل اناليسيس للموضوع دوت. انما لما كان بيكلفك دوت كان ساعات بيكلف اكثر من تكلفه السد نفسه. دلوقتي اغلب دول العالم حست باهميه البيم وحست ان هو مش حاجه رفاهيه، اصبح بيدرس في جامعات كتيره جدا واصبح اجباري في دول كتيره. يعني بريطانيا من ابريل 2016، في دلوقتي الدنمارك من 2006، امريكا من 2016 في الحاجات الحكوميه، سنغافوره، هونج كونج، كوريا الجنوبيه، فنلاند،
الامارات في دبي اجباري لبعض المشاريع، وتقريبا هو المكان الوحيد اللي اجباري في الوطن العربي. بس في اماكن كتيره في الوطن العربي بيقول لك اجباري عشان تاخد المشروع، يعني اجباري من المالك او من المقاول او من اللي في سلطه اتخاذ القرار، يقول لك لو عايز تاخد المشروع لازم تعمله لي بيم. طب هو دخله ايه ان انا اعمله بيم او مش اعمله بيم؟ هو شايف المزايا بتاعت البيم ان هو الحاجه هتسلم في ميعادها، لان الانظمه التقليديه ما بتسلمش شغل في ميعاده، ما بيسلمش بجوده حلوه، التكلفه بتبقى زايده كتير جدا. فقال لك لا لازم تبقى مشغل بالبيم. يعني في مشاريع كتيره زي الاستادات بتاعت الكوره لازم تبقى بيم، المستشفيات، المدارس، كل الحاجات دي اللي بتخرج من الحكومه بيقول لك لازم لو هتاخد المشروع دوت تعمله لي بيم. طيب ده كود زي ايجيبشن كود اوف بيلدينج انفورميشن موديلنج، ده اول كود في الوطن العربي. هو تقريبا على مستوى العالم ما يقارب مثلا من 70 كود. بريطانيا عامله البي اس 1292، وحاليا هيشتغلوا على الايزو 19650. فاحنا الحمد لله في اول دوله في الوطن العربي تعمل كود للبيم، وان شاء الله عليه كويس، وان شاء الله يعني يتطور مع الزمن ويبقى احسن من الاكواد اللي بره. من الاكواد برضو القويه الكود السنغافوري، الكود السنغافوري منظم ومرتب، وفي جزء خاص بالانشائي، وجزء خاص بالمعماري، وجزء خاص بالكهروميكانيكال، وفي اجزاء خاصه بالاستشاري، المقاول، طب العود. فكود سنغافوري من الاكواد الكويسه جدا. طيب لو احنا بصينا على البيم في الميدل ايست، هنلاقي على مستوى العالم مشاريع البيم في الميدل ايست مشهوره جدا وقويه جدا، زي مثلا برج خليفه، زي كان في برج بيتعمل في السعوديه برج المملكه، ده كنت المفروض اشتغل فيه بس هو وقف شويه. فدي من ضمن المشاريع، كل مشروع كان حاله خاصه وعملنا فيه حاجه سبيشال. يعني مثلا المشروع دوت ده مول في قطر، ده حجمه كبير جدا، فانا كنت ماسك البيم مانجر بتاعه، فكان قرار ان احنا نقسمه ل 18 زون، 18 زون، يعني الجزء دوت والجزء ده والجزء ده، كل واحد من دول في ملف ريفت لوحده المعماري بتاعه، وفي ملف تاني الانشاء بتاعه، وهكذا. بدانا نقسم نشوف اني نقطه الفاصله اللي ممكن نقسم في بيها، بحيث ما يبقاش فيه جزء في ملف ريفت وجزء في ملف اخر. فده كان من ضمن المشاريع الكبيره اللي كانت محتاجه سيطره ومحتاجه تنظيم للشغل بحيث ان هو يطلع بشكل قوي. وكان في مشاكل كتيره قدرنا نحلها من خلال الموديل، وبدانا نعمل حاجه ونتخيلها تتعمل ازاي ونشوفها وهكذا. دي اجزاء منه، وكان في مشاكل كتيره في الجزء بتاع الكهروميكانيكال مع الانشائي. بعد ما نعمل كوردينيشن بحيث ان هو في الموقع ما يتعطلش، نقدر نبعت له اللوحات محلوله. ده برده مشروع، وده كان فيه حلوه ان الشكل الخارجي دوت، ده ترافيك كنترول سنتر، ده بتاع المرور بتاع قطر، الشكل الخارجي دوت كان تقيل جدا، الكتله بتاعته تقيله، فكان الحل ان انا اعمله في ملف ريفت لوحده واستدعيه لما اعوزه، لما احب اعمل رندر استدعيه، لو انا شغال جوه بعمل له انلود يبقى الملف خفيف معايا. فهي الفكره كلها ان انا انظم الشغل بتاعي قبل ما ابدا. يعني ممكن يكون جهاز الكمبيوتر بتاعك مش محتاج ان انت تغيره، بس محتاج ان انت تدرس الموضوع كويس. يعني كان المهندس احمد محرم كان عامل فيديو في موضوع الهاردوير، ان انت مش لازم تشتري جهاز عالي جدا، مش لازم تشتري كارت شاشه عالي ما دمت شغال على ريفت، لان الريفت بيعتمد على الرامات وليس كارت الشاشه. فمحتاجه الواحد يكون فاهم هو بيعمل ايه قبل ما يروح يشتري وقبل ما يبدا الشغل. مشكله بعض الشركات في موضوع البيم انها بتقول لك انا هشتري السوفت وير وابدا اشتغل عليه من غير ما يكون معايا حد بيم مانجر يقول له ايه صح وايه الغلط وايه اللي انت محتاجه. فممكن يمشي مثلا الناس اللي موجوده عنده ويجيب ناس جديده، وده طبعا مش مظبوط. ده برضو مشروع كنا مقسمينه، في هنا بريدج بين المبنى ده والمبنى دوت، وده الفور دي. الفور دي ان انا اشوف المبنى وهو بيتبني، وده برضو حاجه مهمه جدا بنستفاد منها، بان احنا نشوف الجدول الزمني 4 دي، ببقى متخيل اول حاجه تبدا ازاي، هنبدا حفر، هنبدا نحط الكرين وهكذا. يعني في مشروع مثلا كنا هنحتاج 4 كرين، فلجأنا للكرين المتحرك وفر لنا الاربعه الكرين دوت، بقينا ننظم شغل كويس. كان موضوع ال 4 دي او موضوع البرمافيرا ما كانش حد عارف يقراه غير مهندس البلاني، فلما عملنا لهم بالشكل دوت كل المهندسين فهموا الا قبل ايه. يعني قال لك مثلا عندي مكنه هدخلها بس المكنه دي اكبر من الباب، يبقى انا ادخل المكنه الاول وبعد كده ابني الباب وهكذا. ده مشروع برضه كان كبير، كان القرار ان كل مبنى يتعمل له ملف ريفت لوحده، على اساس ما يتفاجئش وانا في وسط المشروع ان المشروع تقيل وان انا محتاج ان انا اقسم شغل من تاني في نص المشروع. ده مشروع سجون في السعوديه، بس كان
هاي كلاس يعني سجون هاي كلاس. ده برضه اتعمل بيم بشكل قوي جدا بحيث ان هو يبني على طول ما يحتاجش ان هو يقف عشان يحل مشاكل. لما جم يبنوا في على سطح المريخ فقال لك لا احنا محتاجين تكنولوجيا البيم ومحتاجين فلسفه حسن فتحي ان هو انظر تحت قدميك وابني، ومحتاجين طبعا ثلاثيه الابعاد. احنا بدل ما ننقل الخامات ونبني على سطح المريخ هنستخدم الخامات بتاعت المريخ وهنستخدم البيم، لان ما عنديش رفاهيه ان انا ابني حاجه وهدها. فتكنولوجيا البيم وفرت لنا كتير جدا ان انا اهد وبعد كده ابني يعني اللي بيشغل بيم ويقول له في شركه تشغل كاد بيقدم سالته ويمشي على طول، يعني بيحس ان هو بيهرج. يعني ده مشروع خاص بكهرباء، يعني كهرباء وميه في قطر. ده برضو واحده من المشاريع. ده مشروع مستشفى، الحاجات المستشفيات والمدارس والحاجات دي في اغلب الدول بقى اجباري ان انت تعمله بيم. ده برضو مشروع من اكبر المشاريع اللي موجوده اسمه ستراتيجيك فود سكيورتي فاسيليتي. ده اللي انا كنت البيم مانجر بتاع الاستشاري، كان عباره عن زي مينا كامله، فكل الحاجات دي بنقدر نعمل لها البيم بتاعه، وده طبعا حل لنا مشاكل كتير وسهل علينا الشغل. المشروع ده كان سبيشال ان كان في ناس شغاله من ايطاليا، وكان ناس شغاله من قطر، وناس شغاله من الاردن، وناس شغاله من البرتغال. فكان الحل ان هو ندور على كلاود، تمام؟ يعني يبقى في كلاود كلنا شغالين على الشغل في نفس الوقت. يعني انا شغال هنا في قطر، واحد تاني شغال في مصر، واحد شغال في السعوديه، وكلنا شغالين في نفس الوقت على نفس الملف. بس هي مشكله في النت، يعني في بعض الاماكن بيبقى النت فيها بطيء فصعب الموضوع دوت. وكان برضو في حاجه تانية في العقد ان الشغل لازم يكون اونلاين، ان المالك من حقه ان هو يشوف الموديل في اي لحظه يحب. فده كان الحل بتاعه برضو ان هو حطه على كلاود. الاستادات انا شغلت في كذا استاد فيهم، فالشغل كله اجباري لازم يكون بيم، يعني ما ينفعش جزء مثلا يقول لك لا انا هعمل سنسرات كاد او هعمل السلالم كاد، لا كله لازم يكون بيم. دي الاستادات، ده موقع البيم. برضو بيخش في ان انت تعمل مدينه كامله، يعني ممكن تعمل بيم للمدينه او نسميه بقى سيتي انفورميشن موديلنج او نسميه سيفل انفورميشن موديلنج للمكان كله. وده مشروع برضه انا اشتغلت فيه، مشاريع قويه. طيب خلينا نخش بقى على المشروعات بتاعت مصر. ده من اكبر المشاريع اللي موجوده في مصر اللي هو جراند ايجيبشن ميوزيوم. وده يعني على مستوى العالم ناس كتير عملت عليه دراسات وابحاث ورساله دكتوراه وماجستير، لان هو مشروع من المشروعات الضخمه جدا، شغل في ناس كتيره جدا. وطبعا هنحط في الاثار زي ما اجدادنا بنوا الاثار، احنا هنبني لهم على الاقل متحف يحطوا فيه الاثار ديت. وفي تكنولوجيا كبيره جدا، المشروع خد من 2012 لقول 2019 ان شاء الله يخلص. في كميه داتا كبيره جدا، فكان مهم جدا ان الداتا دي تكون في الموديلنج. يعني ما ينفعش يبقى انا عندي 10,000، هو ده كان 5,000 لوحه، فتقعد كل شويه تدور على لوحه معينه، عايز تدور مثلا على تفصيل التركيب حاجه معينه فتقعد تدور فيها. لا، من خلال البيم تعمل سيلكت على اي عنصر، يقول لك العنصر ده خصائص تحته ايه، وممكن تكتب اسم الراجل اللي اشتراه وهكذا. طيب ده شكل برضو من اشكال الجراند ايجيبشن ميوزيوم، بتعمل بشكل روعه ما شاء الله. المشروع ده المشروع الضخمه الكبيره اللي في كذا شركه اشتغلت فيه، وطبعا الاساسي كانت شركه اوراسكوم. حلوا مشاكل كتير جدا، كان في كذا اجتماع، والاجتماع كان سهل، بيبقى معاك البرنامج مثلا اي برنامج من اللي بتشوف كلاشات، واول ما تدوس يقول لك الكلاش ده موجود فين والحل بتاعه ايه وهكذا. فمن خلال الاجتماع كنا بنخلص الكلاشات كلها. ده مشروع العالمي اعتقد جنبيكم، اللي شغال فيه مهندس اسلام خليل. المشاريع العملاقه جدا على مستوى الوطن العربي، انت بتعمل مدينه كامله. فالمشروع ده اتعمل بيم، واتعمل على بيم 360. ده من ضمن الحاجات اللي هي كلاود، اللي انت اي حد في اي لحظه ليه الصلاحيه ان هو يدخل على الموديل يقدر. دي من ضمن الحلول اللي لو انا عايز مثلا ابقى موجود في بلد ثانيه وافتح اشوف الموديل وصل لحد فين، او ابص على الموديل واقدم الطرحات بتاعتي ازاي، لا انا عايز كذا، لا انا عايز كذا وهكذا، ونقدر نتناقش على البيم 360. ده متعمل على برنامج نفس وركس، بحيث ان احنا نبدا نشوف المراحل بتاعت الشغل هتبقى عامله ازاي. انا بعد ما عملت الموديل ربطته بالجدول الزمني وبدات اشوف الشغل هيمشي ازاي، كل شهر ايه اللي هيتعمل فيه، بحيث بقارن بقى بين الاكشوال واللي احنا كنا مخططين له البلاننج. فبتبدا تشوف اذا كان في عندك تاخير ولا لا، هيبدا يظهر بلون معين ان في هنا تاخير في المشروع دوت. وطبعا بتقدر تعمل الانفرا وركس بتاعه، بحيث ان انت
بسهوله جدا بالبرنامج الانفرا ورك 60. هتلاقي ان انت تقدر تعمل طريق، تقدر تعمل المواسير، تقدر تعمل البروفايل، كل الحاجات ديت يعني شرحناها في بيم اريبيا بالتفصيل يعني على اليوتيوب. وهنا مثلا ده مول في ايجيبت، ده من ضمن المشاريع الكبيره برضو اللي اتعمل بالبيم بشكل كويس. ده الخط بتاع المترو اتعمل فيه جزء منه، اتعمل بيم بشكل دوري. بدأوا يحلوا كليشيهات، بدل ما تنزل وتحل الكليشيهات، لا انت بتحل الكليشيهات وممكن تداله على ممكن تصدره له اوتوكاد بعد كده. ده برضو الجيزا سيستم هيد كوارتر، ده اتعمل بيم، ده برضو مستشفى اتعمل بيم. انا شغلت في مستشفيات، اثنين مستشفى في مصر. ده برضو الباور بلانت، لو دخلت على تكلا، تكلا من اكبر البرامج او من اكبر المؤسسات اللي شغاله في موضوع الستيل، فهتلاقي كتير جدا من المشاريع اتعمل في مصر. طيب المشروع دوت، المشروع ده من ضمن المشاريع اللي اشتغلت فيه، واللي كان مسؤول عن البيم فيه شركه اسمها اوكتيف، ففي جزء من الصور متاخد منهم. تمام، ده نايل كورنيش تاور، ده المشروع ده كنا شغالين فيه من 2010 2011 ساعه الثوره بالشكل دوت. المشروع ده كان حجمه ضخم جدا، وكان 37 ستوريز، 37 دور، وفي اربعه باركينج، فكان مشروع عملاق لازم يتعمل بيم، ما كانش ينفع يتعمل الكاد. فكان المشروع ده اتعمل 3 دي ديزاين كوردينيشن وال 4 دي والبيل اوف كوانتيتي وال 4 دي بروجريس اند كوست. فاحتاجنا مجموعه من البرامج مش برنامج واحد بس. ففي مرحله الديزاين كان في 3 دي موديلنج وفي 3 دي ديزاين كوردينيشن. لما حطيت الكونستراكشن دخل بقى موضوع ال 4 دي وال 5 دي، واستخدمنا مجموعه من البرامج مش برنامج واحد بس. استخدمنا الريفت، واستخدمنا البنتلي، استخدمنا الاي تي دبليو او، ده برنامج الماني مهتم قوي بموضوع الحصر، قوي جدا في موضوع الحصر. استخدمنا نفس وركس مع البرمافيرا عشان موضوع ال 4 دي سكادول اند بروجريس. اي مشروع قبل ما بنبدا بنعمل تيك اوف ميتنج، بنحدد ايه البرامج اللي هنشتغل عليها، طريقه الشغل، مين اللي هيبدا الشغل، مين يعني بنبدا ننظم الشغل. يعني في كذا اسلوب من اساليب الاداره، وكل مشروع بيبقى حاجه خاصه بنفسه، بنبدا نشوف انسب طريقه للتعامل معاه. يعني في مشاريع مثلا بنستخدم حاجه اسمها لين كونستراكشن، ان احنا نحاول نوفر الوقت، ان يبقى مثلا ما استناش لحد ما المعماري يخلص شغل وبعد كده الانشائي والكهروميكانيكا اللي يخشوا، لا بقول مثلا للمعماري انت اعمل جزء معين اللي انا محتاجه عشان اشتغل كانشائي، اقول له مثلا اعمل لي الفلور واعمل لي الوولز واعمل لي السيلينج مثلا، وما تخشش في الوول دلوقتي، يعني ركز في دول وانا هبدا شغل وبعد كده انت كمل انت شغل وانا شغال. فموضوع اللين كونستراكشن ده مع البيم وفر لنا وقت كتير جدا في كذا مشروع. ده 3 دي موديلنج، وده بدانا نعمل الحصر منه ونخرج كل المعلومات بالف كوانتيتي داتا بيس كامله بكل الحاجات اللي موجوده في المشروع دوت. وبدانا كل السبيسيفيكيشن وكل المعلومات نحطها في قلب الموديل، بقى الموديل فيه كميه معلومات ضخمه جدا، ما بقيناش محتاجين للحاجات الورقيه او لوح الثانيه. فده بيسهل على المدير ان هو ياخد القرار. مجرد ان هو يقرا الحاجات دي يقدر يفهم احنا وصلنا لفين او ايه الحاجه اللي احنا محتاجينها. فده كان من ضمن المشاريع واتعمل 4 دي، بحيث ان انت تتخيل شكل المبنى هيبقى عامل ازاي وايه الخطوات اللي هنمشي عليها عشان نعمل المبنى دوت. وكان في تعاون كامل من جميع الشركات، يعني كان ترابل سي برضو موجوده في المشروع دوت، كان مشروع ضخم كذا شركه كانت شغاله فيه. وكان في مراقبه بروجكت اند سايت مانجمنت كل يوم، بمعرفين احنا المفروض نوصل لفين ووصلنا لحد فين، في مقارنه بين المخطط ليه واللي اتنفذ فعلا بالشكل دوت. فكان تقدر تشوف كل التفاصيل وكل الاقسام تقدر تتعامل مع بعض، المعماري والانشائي والكهروميكانيكال، كلهم كانوا بيم، ما فيش حاجه اسمها في جزء مش هيتعمل بيم. طيب هنبدا نشوف بعض المشاكل كده او بعض الحاجات اللي بتسهل علينا الشغل في البيم. من ضمن الحاجات اللي تسهل علينا الشغل في البيم ان انا من الاول، من قبل ما ابدا بيم، ابقى عارف انا هعمل ايه. يعني في اي مشروع منهم لازم ابقى اقعد مع المالك كده واقول له انت عايز ايه، يعني عايز تعمل مهتم بموضوع توفير الوقت، لا الوقت مش فارق معايا، طب التكلفه، انا عايز اوفر التكلفه. فببدا اشوف ايه الحاجات اللي احنا هنتفق معاها، دي حاجه اسمها الاي اي ار،
امبلوير انفورميشن ريكويرمنت، بكتب هو عايز ايه. ممكن المالك مهتم جدا رقم واحد بالسستينابيلتي، هو عايز ياخد شهاده ليد او عايز ياخد شهاده اي شهاده من شهادات السستينابيلتي. فهنا في قطر مثلا اسمها جي سي اس، في الامارات في ابو ظبي اسمها الاستدامه، في قطر في مصر يعملوا الجرين بيراميدز. فلو هو مهتم بيها وده بيرفع قيمه المبنى ان هو يبقى واخد شهادات من الحاجات ديت، فببدا اعلم عليها. طب لو مش مهتم خلاص اشوف ايه اللي هو مهتم بيه. ممكن يكون مهتم بالفابريكيشن، ان انا ببقى عارف تفاصيل الحاجه اللي تعمل واقول للمصنع اعملها لي بالتفصيله بالشكل ده. انا كنت بدي كورس في احد الشركات وكان بيقول لي ان بيجي له تقريبا في حدود 90% من الشغل اللي بعته المشروع بيقول لا ده مش مظبوط، يعني المسات مش مظبوطه، هو كان بيعمله على الكاد ويبعته، ف 90% من الشغل كان بيضطر ان هو يعدلوه في قلب الموقع. وده طبعا بيبقى فيه مشكله في موضوع المخاطر، المكان غير مجهز بكده، ف يفضل ان انت تعمل الشغل بره وبعد كده تعمل المباني جاهزه، تبدا تحط الحاجات كده كانك بتبني مكعبات. فلما عملها مظبوط باستخدام تكنولوجيا البيم وبعض البرامج المتخصصه، فبقى 100% من الشغل مظبوط ان هو بيروح بيركب على طول. طيب في اي اسئله؟ طيب دلوقتي هنتكلم على ان احنا بعد ما نعمل اي اي ار ونعرف المالك عامل ايه، فبنمضي معاه ورقه اسمها البي اي بي، البيم اكسكيوشن بلان، بنبدا فيها كل تفاصيل المشروع هيتعمل ازاي، ايه المطلوب في المشروع دوت، ايه اللي هنقدر نعمله، ايه المشاكل، النظام بتاع الشغل هيبقى عامل ازاي، ايميلات الناس لو هو عايز يتواصل مع اي حد من الفريق، نظام الشغل هيبقى عامل ازاي. ده يعني صوره للمشروع. طيب المشروع ده كان فيه ايه؟ عباره عن في اسكادولات للمشروع، في كل اللوح موجوده هنا، يعني انا ما كل الحاجات اللي انا محتاجها موجوده هنا واوتوماتيك بتتعمل، يعني اول ما اعمل تعديل بيتعدل في الاسكادول، بيتعدل في الدروينج، بيتعدل في السبيسيفيكيشن وهكذا، في الاناليسيس كل ده بيتعدل فيه. طيب احنا عشان ننظم الشغل لازم نقول هنقسم شغل ازاي، الاركتكشر هيتقسم ازاي، الاستراكشر ازاي، الام اي بي الستيبل نقدر نقسم الشغل وهكذا. ده مهم جدا. ممكن مثلا الام اي بي نقول هنقسمه الكتريكال وبلامنج، ممكن البلامنج ده يتقسم لووتر ويتقسم لدرينج والشباك كذلك، تقدر تقسم لو انت عايز. تمام. طيب دي من ضمن الحاجات المهمه قوي في الكود، ان انا قبل ما ابدا شغل ببدا اقعد مع المالك وافهم منه ايه اللي هي المتطلبات بتاعته، وبعد كده ببدا اقسم الشغل بتاعي. انا بشتغل في حاجه اسمها ورك ان بروجريس، اوردر كده يعني اوردر وسميه ورك ان بروجريس. ده بيبقى المعماري شغال لوحده ملوش دعوه باي حد خالص، والانشائي كذلك والكهروميكانيكال كذلك، بحيث ان هو يقدر يعدل براحته، وبعد كده لما يعمل شغل واثق فيه او خلص التعديل اللي هو عايز يعمله ويحط في اوردر شيرد، الشيرد ده الناس كلها تبدا تشوفه. طيب بعد كده بننقله على الببلش على اساس ان انا هبعته للشركات الثانيه، وكل شهر مثلا اخد نسخه اركايف على جنب اساس ايه ابقى عارف مسار المشروع عامل ازاي او ايه اللي حصل في المشروع ده. دي نفس الاستراكشر شغال لوحده والاركتكشر لوحده والام اي بي والفوردر اللي اسمه شير دوت هو ده اللي فيه الشغل اللي الناس شايفه بره. طيب مهم جدا ان احنا كل شويه بنعمل فاليديشن للشغل بتاعنا، احنا بنعمل شيك على نفسنا بالذات للحاجات اللي هي جريد والليفل، لو حصل فيهم تعديل ممكن ياثر على الشغل كله. دي البيكسن بلان، بنبدا نعرف الاهداف بتاعتنا ونشوف المشروع هيمشي ازاي ونبدا كل شويه نطور في المعلومات بتاعتنا. لازم قبل ما تبدا تبقى عارف انت هتنتهي لايه او ايه اللي مطلوب منك في المشروع دوت. ده المسار بتاع الشغل، بنبدا نحدد مين اللي المفروض هيبدا يعمل الجزء دوت، وبعد كده مين اللي هياخد منه الشغل، مين اللي هيعمل التشيك، كل الحاجات دي لازم نبقى عارفينها من قبل ما نبدا الشغل بتاعنا. وبعد كده كل شويه بنطور في الشغل بتاعنا، بنسلم مثلا كذا كل تسليمه فيهم بنحدد الدرجه تفاصيل ال او دي ليفل اوف ديفلوبمنت، يعني ما ينفعش ان انا اخلص شغله كله وابعته للمالك فيقول لي لا ده انا معترض على حاجه اساسيه. انا بديله الفكره الاوليه وبعد كده هو لو وافق عليها خلاص بدخل في المرحله اللي بعديها وهكذا لحد ما اسلم المشروع. ساعات الراجل يجي لي يقول لي انا المشروع بتاعي اتخلص واتبنى كله بس انا عايزك تيجي تعمل لي بيم او تعمل لي اسيت انفورميشن موديل، يعني عايز موديل على اساس اقدر اشغله في الاوبريشن. فدي حاجه مهمه جدا، يعني ناس كتيره جدا مركزه على موضوع الديزاين او موضوع الكونستراكشن
موضوع الاوبريشن دوت بتشتغل في المشروع 50 60 سنه طول ما المشروع موجود. في اي اسئله؟ الو. طيب مهم جدا في الويب اكشن بلان ان انت ما تدخلش في تفاصيل زياده عن اللزوم. لو دخلت في تفاصيل زياده عن اللزوم ده هيعمل لك مشكله. ليه؟ لان ما حدش يقرا الورقه. لما تبقى 70 ورقه ما حدش يقراها، انما لما تبقى مثلا ورقتين ثلاثه سهل جدا ان يعني متوسط 10 ورقات 15 ورقه الناس تقدر تقراها والناس تقدر تعرف ايه المطلوب منها. انما لو دخلت في تفاصيل مثلا هتلاقي الموضوع هيبقى صعب عليهم. فانت ممكن تعمل ايه؟ تقول لاخواننا في الجزء ده هنلجا للكود الفلاني وخلاص، يبقى كده انت ايه عرفت ايه الحاجه اللي انت هترجع لها. ده من الكود السيمافوري بيقول لك مثلا هتبدا البيم لازم يبقى عندك تمبليت. لو بدات من غير تمبليت هتاخد وقت كتير جدا في الشغل بتاعك، ولازم هتلاقي الشغل بتاعك في الفولدرات بتاعتك، وتبدا تدخل الفاميلي اللي انت عايزها، وتبدا تعمل لينك بين المعماري وبين الانشائي وبين الام اي بي، وتعمل كوبي مونيتور بحيث لو اي حد عدل يتعدل معاك وهكذا. ده صوره للشغل هيبقى عامل ازاي لو انت بدات من غير تمبليت او بتمبليت. لو تمبليت هتلاقي الموضوع اسهل معاك، فانت لازم تكون مخطط الشغل هيبقى عامل ازاي. تمام. دي حاجه اسمها بيم كواليتي اشورنس. كل شويه بتتاكد الشغل بتاعك لو في اي مشاكل تبدا تعمل تشيك عليه. ده مهم جدا ان احنا نعمله على نفسنا بحيث ان احنا نتاكد من الشغل بتاعنا قبل ما نبعته، ولو في اي مشكله نبدا نعمل حاجه اسمها فيجوال تشيك. بنقدر الستاندرد هل احنا ماشيين صح على الستاندرد ولا لا، ممكن اعمل اوكس رو جوه المبنى بحيث لو في اي مشاكل ابقى عارف المشكله ديت وهكذا. دي من ضمن المزايا اللي احنا حصلنا عليها من البيم، ان احنا قدرنا نحل الكلاشيات، نقدر نشوف كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. مش من خلال ثمان؟ طبعا. احنا ان شاء الله قدامنا خمس دقايق، وكنا عايزين نستهدف نوضح شويه الصوت شويه ونطلع نشغل الصوره عشان الناس تشوفها. تمام. طيب ممكن الخمس دقايق دول ناخدهم اسئله لو حد عنده اي اسئله؟ انا مش مهندس. لو انا اسال على حته ان انا عايز اتعلم باكج في سوفت وير انا اشتغل بيها كفيلم، لو انا عايز اشتغل باكج اشتغل بيها مثلا اتعلم سوفت وير معين، ايه هي الباكج اللي ممكن اتعلمها لو انا عايز اشتغل زي كده من غير حاجه؟ طيب بص يا استاذ فاضل، الباكج انت ابدا فكر كده مع نفسك انت محتاج ايه حسب الشركه اللي انت موجود فيها. تمام. يعني كل شركه بيبقى تقول لك انا هشتغل بالبرنامج الفلاني. انا كنت شغال في كذا شركه وكل شركه فيهم كان ليها باكج معين او عايز على برنامج معين تشتغل بيه. يعني على سبيل المثال ممكن تلاقي شركه عايز تشتغل بالريفت، وده كتير جدا في مصر، فانصحك ان انت تبدا بيه. في شركات ثانيه بتقول لك لا انا عايز مثلا اشتغل بالاركيكاد. في برضه شركه موجوده هنا موجوده في اسكندريه شغاله بالاركيكاد. فما فيش باكج هي واحده بس. تمام. هي اوتوديسك هي اللي مشتهره، بس انت ممكن تلاقي مثلا محتاج تحليل انشائي مثلا، محتاج حاجه في الستيل، فتروح لتكلا. تمام. انت لازم انت كل فتره بتحدد الباكج بتاعتك حسب الشغل بتاعك. يعني لو انت محتاج الفور دي تبدا تقارن مثلا بين السينكرو والنكست وركس. فحتى الان ما فيش باكج هي الوحيده اللي ممكن تشتغل بيها والباقي كله لا، انت بحسب المشروع بتاعك. في كذا مشروع اشتغلنا مثلا اشتغلنا قبل كده مثلا بالاركيكاد، اشتغلنا بتكلا، اشتغلنا بالماجيك كاد، بس هو الاشهر اللي موجود دلوقتي هو الريفيت. طيب في اي اسئله ثانيه؟ الو؟ الو؟ ايوه. شكرا جدا على الف شكر يا باشمهندس. الله يكرمك يا باشمهندس. الف شكر وبالتوفيق ان شاء الله، واتمنى يكون تفيدكم ان شاء الله في المستقبل باذن الله. الف شكر.